هاد المسائل ما خصناش نديروها بواحد الأهمية بواحد الجهل بواحد كذا، ولكن لا خصنا شي حاجة تكون علمية، لأن حنا في مؤسسة تعليمية كيخصو يعرف بأن هاد النبتة أشنو هي، وحنا كنعرفو كاملين ما كنعرفوش هاد الأسماء ديال هاد الشيء هذا. لذلك اليوم إن شاء الله تكون يعني الوصف البيئية هذا من جهة، غير نذكرو بأن راه كاينة واحد سميتو المعرض في الحقيقة راه من مستوى كذا، كيخصك تمشي تقطع وتسافر او ما عرفتي تمشي ولا تستنى شي مناسبه باش تلقى هاد اللوحات جاهزه بحال كذا، بما ان البيئه والاثار جاهزه عندنا في لوحات هنا يعني. وهذا الشيء هذا يعني ان اللي يستهدف الفكر بصفه خاصه، كانك تقرا كتاب او الى اخره يعني. بالتالي ان احنا خاصه ان البيئه ديالنا ديال العريش اللي كتعاني من ازمه، وكل شيء كيقول لك هذه البيئه ولكن لا يعرف كيف يناضل على هذه البيئه، الا ان النضال الحقيقي هو هذا كيخصو يخرج من المؤسسات التعليميه، وخصو يخرج من الجمعيات اللي هي اكاديميه وعارفه راسها اش كدير. هذا هو اللي كاين. المهم اللي بغيت نقول هو سي شكيب الله يخليك، متوجد ديك سميتو، كنطلب منك بان واحد يعني تاطير ديك هذه والشرح ديك هذه، ما غندوزو نشوفو الى اخره.